كلام الشيخ ابو عبد الرحمن، هو قولوا ابو عبد الرحمن لا اخ ابو عبد الرحمن يسمعك ونوها بعد الله يحفظه ويخلي لك ويخليك له يا رب العالمين. تكلم عن حكمة الله وطرى علي مقولة يقال، اتوقع لي عمر رضي الله عنه، يقال ان اعراض بني ان اقدار بني ادم او الانسان لو عرضت عليه لاختار القدر الذي اختاره له الله او كتبه الله له. فانا اتذكر قصة رجل دائما يقول لعلها خيره، الله دائما إذا صار له سوء، صار له شيء طيب، صار له موقف، أي موقف يصير له سواء طيب أو موقف يضره أو موقف صار له منه ضرر أو شيء، يقول لعلها خيرة، وفي لسانه دائما لعلها خيرة لعلها خيرة، تندرج على لسانه دائما ففي أي موقف يصير له. فمرة من المرات قومه ربعه قالوا هالرجل هذا اللي يدعي المثالية لازم أنه بنختبره، يعني حتى ابنه إذا مات يقول لعلها خيرة، كيف الخيرة في فقد الولد وهو من الإيمان يقول لعلها خيرة إن شاء الله يكون لي شفيع أو. فجاء من المرات قالوا بنختبر هذا الرجل، يقول لك هو رجال كان عنده حلال وكان عنده هبل وكان عنده رجال معروف ما شاء الله عليه. فجاء مرة من المرات فعزموه على عشاء وعلى غداء على وجبة. في يوم عزموه قاموا بحلاله وأخذوا حلاله من وجه الشعيب على عشاء، وخذوا حلاله وسندوا به في الشعيبة وودوه الشعيب آخر، يعني نقلوا من مكان إلى مكان. فجاء أحدهم فقال يا فلان ابنك سرقت، جاء قيمان ناس يغزون فخذوا حلالك من أول القوم، هو من أول الفريج يعني هو في وجه العرب، فخذوا الحلال ودبروا، قال لا إله إلا الله لعلها خير، سبحان فكانت في لسانه دائما سبحان الله. يقول فناموا الناس في نفس الليلة، يقول فجاءهم غزو حقيقي، يقول فأخذوا وسرقوا جميع الحلال سبحان الله، يوم جاء الصباح يدورون حلالهم لأنه منهوب مع الصايح وفي الليل حلالهم سرق كامل فهم. فيوم جاء من الصباح قالوا يا فلان ترى حلالك إن اللي ماخذينه وعنا في الشعيب الفلاني في المكان الفلاني، فسبحان الله الجميع سرق حلاله إلا حلال هذا اللي يقول لعله خير لعله سبحان خير. الله فسبحان الله دائما، فهذا هو الخير المخفي له سبحان الله، الخير خلها دائما في لسانك لعلها خيرة وفوض الأمور لله. في المقولة هذه كان مرة واحد كتب في قال ليست لعلها خيرة بل إنها خيرة، يعني في تعاملك مع الله إنها باليقين وصح كلامك، يعني فعلا شوف قال لعلها فأصبحت أكيد خيرة أحسن، يعني ما يبي لها أدنى شك، لأنه الذهاب إلى الله دائما يكون بإيش؟ باليقين. ترى اثنين يدعوان تجد هذا يستجاب وفيه من السكينة والهدوء، وثاني يبقى على اضطرابه لما في اليقين في القلب، هذا كأنه يلمس الإجابة بيده، يعني لما يدعو يرى كأن ما دعا الله الآن يقبضه بيده، وثاني يقول نجرب فتبقى تجرب. هذا الله الذي يفعل ما يشاء، الملك ملكه سلطانه الأرض أرضه نواصي العباد بيده، لا يمكن أن يحدث في الكون شيء لم يرده الله، لذلك لعلها خيرة تراها من حسن الظن بالله عز وجل.